يقبل كان زوين او شويه دابا هاد الايامات كان السوق من الحق النص ما شويه يطلع زاد الثمن ديالها يتعامل شويه بشويه تيولف هذاك الثمن الزياده تيولفها ودابا راه الزياده كاينه وتياخذها بنادم الموطن تخر شويه واكلي من مزيان تنهبطوا للسوق تنشوفوا بنادم تيهز ما يمكنش لك ترجع خاوي تنشد تجيب انا ادري واش مولي الوليد نقلبوا على ديك البريان ديال الوليد الحلال رسول الله شحال وصل اليوم؟ ما تشا وصل 120 كاينه 100 ريال كاينه 80 سوق الجمله شويه راه ناقص اليوم كاينه 90 درهم كاينه 100 درهم كاينه 3000 كاينه 3400 المواطن تتوصل له دابا حنا تناخذها ب 4 درهم 90 ريال المواطن تقام عليه ب 100 ريال 110 120 يعني كيفاش في البدايه ديال شهر رمضان كان السوق هابط كيفاش كان الاقبال مثلا يقبل كان زوين او شويه دابا هاد الايامات كان السوق من الحق النص ما شويه يطلع زاد الثمن ديالها كتشوف لك يرتفع يعني الثمن المواطن كيفاش كيتعامل؟ تيتعامل شويه بشويه تيولف هذاك الثمن الزياده تيولفها ودابا راه الزياده كاينه وتياخذها بنادم كتشوف السوق اليوم السوق شويه ناقص شويه المواطن تخر شويه واكلي من مزيان احنا احنا متبعين السوق المرضي الوالدين تنهبطوا للسوق تنشوفوا بنادم تيهز ما يمكنش لك ترجع خاوي تنشد تجيب ما حتى بطنا ب 2400 الموينه كاين الموينه كاين 5000 ريال الغليظه 5000 ريال الغليظ هو هادشي اللي عطى الله اخويا الرساله ديالك للمسؤولين والمسؤولين تنقول لهم الله يهديهم علينا وصافي هاد المولين ما عندنا ما نقولوا لهم شنو نقولوا لهم انا ادري واش المولين وليت نقلبوا على ديك البريان ديال الوليدات حلال رسول الله